نشاهد في المسجد الحرام الكثير من الإخوة يطوفون بالبيت الحرام، وكذلك نشاهدهم يسعون بين الصفا والمروة، والإمام على المنبر يخطب في يوم الجمعة. بماذا توجهون الناس؟ لا بأس بذلك، لأن الطواف عبادة مستقلة ولا يمنع منه أحد في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، ولقوله تعالى لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقدم الطائفين على الركع السجود وعلى القائمين، فهذا يدل على أن من أراد أن يطوف بالبيت فإنه يمكن من ذلك.